تحسبوني في يناير الربع في منزلنا العامر بالطائف وامطار ترد الروح واجواء حلوه والله يجي مع اني كنت اخذ اجازه عن السناب بس اجبرتني الامطار تقول يا مخلد انت وش حادك نطفي كاميرتك امتع متابعيني قلت ابشروا ما شاء الله تخيلوا لو ان المطر هذا على اهل البل ولا على دير تنبر الشوارع تمشي يا جماعه انتم تشوفون اللي نشوفه اجواء اوروبيه لندنيه يا ربي فزعتك يا رب احمي ذنوبنا ونقها كما ينقى الثوب الابيض من الدنس الوسم دخل خلاص ما عاد تقدر تطلع الا بثوب بالذات عندنا في الطائف ثوب ثقيل ولا بجيكيت ويلا يا قادر على بعث الاموات يا جاعل بين الوادم تفاوت وغير التفاوت بالهياكل والاصوات ارزاقهم وعقولهم ما تساوت يا رب الارض ويا بديع السماوات فرج هواجيس القلبي تخاوت وبرج العين ما تهنى بغفوات دائم تشاوت هالطواري مشاوت وروح يلاقيها من الحمله قوات هذا لها اكثر من سنه ما تشاوت راح فيها الانقال خاطر بعد قلا ورجال المروات تلدع كما يلدع فيوز الكتاب يا رب خيلك من اللذعه اذا ركبت سيارتك يا اخوي الغالي واختي الغاليه رايح لاي مكان قل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله ترد عليك الملائكه كفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان طيب يا ابو سعود ابغاك الله لا تشرح الليبة على كل دكتور الله بعض الاطباء ما يناسب علاجه السلام ولا حصل جارني يباديك بشور وسيعبال ومسفه لنا حجاج لا تنحنج للعرج والعمي والعور والفوضوي واللي قليل الخراج ما انتب على اللي ما يسايرك مجبور ولا يمزح الله لا يهينك يا ابو سعود ثلاثة بم اوه راح التجارة الصالحين مع دماغي فانت من اول ما تشرب القهوة هذا لا ما عاد اجنب عنها طيب حنا رايحين رايجي قهوة لا لا يا رجل هذا الطيب الكبعي والله مرة انشدنين مرة الله يا قهوة احسن منها ما راح بطنك ما شاء الله على الرجال اللي طالع مع عياله وشعالم على جوزانه هذه والله مرحبا يا ابو غالي ولزم علي فلمجي ومعهم رفيجهم رعد الشريف ووعل هذا لا والله خذهم معك خلهم يخدمون والله قال خلهم بالبيت وش تبي يا متشين خلهم بالبيت جيت والله يا ابو وعل انك نموذج متشرف في تربيه الابناء والله من طيبك يا ابو غالي انا وانت اخو انت اخو انت معاهم ولا انت معاهم ولا لا لا ما انا لا تبلشني معاه بالله جود اعتبت باب بيت الله انا الاجابه ابو عرب شلون الاجابه روح بس لا لا يا رب لا تورطونا انا ما بغلى قردي لاجين اقرد منه صلينا وعينا من الله خير والمطر باقي يرشرش اي والله يرشرش لا اله الا الله طب يمدينا نسوي عشانه ولا احنا مدنا زينه ولا الاماكن واجده هاد عد على المتابعين يا ابو علو ادعي لي معهم ودع قل يا الله يا ابو غازي ان الله يفتح لك الرزق مع كل باب وان الله يرزق متابعينك ويوفقهم ويعطيهم الصحه والعافيه والمريض الله يشفيه واللي ظروفه تعبانه الله يرزقه واللي احوالها مصلحه ربي يصلحها واسال الله ان يوفقكم جميعا اللهم امين يا ابو ترى دعوتي يا ابو غازي ان شاء الله انا مثل البندق المركبه من بؤك لعرش السماء ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما شاء الله على الرجال اللي يزبطون العشاء يا ابو اول حاجه يا اخوك شوف انا احنا قدام شوي تكلمنا عن الابناء وما الابناء فانا انصح والله ان عيالك يكونون معك في كل شيء تراقب عيالك تنتبه لهم توصيهم حتى في السواق توصيه تعلمه تكون حريص عليه لان فيه رفقه خبيثه انت تعبت يا اخوي تعبت في تربيتهم تعبت طال عمرك في امورهم تعبت في دراساتهم هم يجيك واحد من برا طال عمرك الله يكفينا ويكفيكم شر الخبيثين ثم ياخذهم عليك ثم لك يا اخوي في كارثه فانا انصح اول حاجه انصح نفسي ولا التوفيق ترى من رب العالمين طيب ابو بعض الشباب ما يصار حبوه يستحي من ابوه ليش؟ لا يا اخوي لا بالله اي شيء عنده خاصه الولد يكلم ابوه اول باول لانه هو اللي ما يد والله ان احب شيء عند الاب ان ولده يكون بالمظهر الطيب وعادي يحلها اي شيء عند الولد او حاجه طال عمرك مضايقته سواء من المدرسه او من المدرسين او من الرفقه اللي الله يكفينا ويكفيكم شرهم حتى يقدر ينقله من المدرسه هذه ويحطه في مدرسه ثانيه في حلول عند الاب
مهما كانت الحاله الابو هو المسؤول. بعضهم يا اخوي عنده خمس ست، عنده طعم، بغيت اقول خمس ست نسوان، عنده طعم كاربع حري وكل واحده جايبت لها 10، العشره لا عندك 40 شخص، وبيتك محدود، سيارتك محدوده، وظروفك ما يعلم بها الا الله. لا والله يا اخوي خليك على قد حالك، لا تتوهق تطمر طال عمرك في الديون، وملك فقران والعوال فقران والعرب حالتهم حاله، لازم تظهر حتى اهلك، لازم تظهر لهم مظهر طيب، حتى لو زرت انت وياهم اقاربهم وجيتهم هم لا مكلفك اللي عندك منظرها زين وملبسها زين وحياه العوالك زينه، اما طال عمرك كلن على طير وجهه ما يصلح. كثر الـ كثر الـ التمادي في الـ في اشياء واجده وهي بتضرك وتضر اسرتك. لا والله يا اخوك شيء قليل، ان في المثل هذاك اللي يقول قليل عن احناك وكثير عنا. اي والله يا وان تيقظ ثرى ايام دنا وقد نجوم الصبح متبيناتي على ثلاث بكار ضيعتهن وسومها لأهل الهوى بيناتي. بسم الله تكسار ديزل يا اخوي. انا ها عليها يلا. لا سلام ورحمه الله. كيف الله لا يحييك من عزمك. حياك الله يا ابو. ابقاك الله من عزمك. الله يا رجل اتق الله. يلا حي يا مرحبا. الرجال هذا حي ولا ميت؟ ابو الرجال ما يطيح النار. لا تطيح النار. شو ولد انا يلا جيتكم على الشيران الكافتكم في الشعب هذا. الرجال هذا نبى الدفا الدفا ومكفين والله من عينات ما ادري كيف الله صبهم علينا. اشهد الله يا اخوي انت بالله والله ما درنا. والله لو تجي في جحر والله اني انا بالذات محرص اقول فهد بالذات ما نبغى احد ما غير حني هذول. ليه والله اني يعلمني من عصر يقول مختصره 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 علي انا يعني الوجه. انت ما رحت من ياقك؟ لا ما عاد اروح لا صار في عيشه ما اروح. وشباب النياق ما عنده غير الجوع اكل معها شعير. الانعام هي مع ابو لحيه هذا الانعام. هذا يصيح يقول العامل ما يرد العامل ما يرد. اشغل تونا بهذا الحبيب ابو سعد. كل شيء بالابوع. لا مالك غير ما سويت والله لو ما سويت انت رصصت رصصت والله لو اني ما سويت انا من الخاسرين. حرام بالله. وشباب الحلال الله لا يحله. وكل عندنا معاني علنيه. رجال الله تدعي على حلالك. خليه ينقلع. خليه ينقل على عند حلالك. لا لا انت يا ابو سعد الحين الرجال هذا ما يداني على النياق وانت تقول الله يحل الحلال. والله ما عيننا من اخر هذا انت ما بحنا. وانت والله انك لا 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 معين خير ما قلت في شيء. ما انت داجي حلالك داجي مراجيلك وتمسح حلاوتي. هذا ما عندك والله شيء. ما كسر رجلين يا عم. الله يكرمك. ما رحت لولا جيت. انا جهه توسع مع السعد ورا المراجل مع الرجال. يا المراجل ما ظل ودي هذه شب النيران هي مراجل. عارف داجين حالك وجالسين عندي. ما في ولا حلال ولا عينا ولا حلال فيه مرجع غير شق النصر. طب استكرين امس وغيرها والله ما لا 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 غير الفقر نجي. اسمع الفقر نجي. لا تظلم حلال المسلمين كله. والله ما في غير ما في الوذر. انت لا داجين حالك وداجين. الرجال يحسب انك تجيب مراكز هالحين. الرجال هذا بادي من الصفر. هو الموت الصبي يقعد يا ولد. احنا محبا حب احب خل ما ابو مزاين ولا بشي حبه هنا في قلبي. انت لو دي هذا وش انت لاقي؟ ويلي عن قلبك ويلي. وش انت لاقي انت؟ اناسه وش انا اناسه؟ ودوجه دج ولا تاخذ من مخباي ولا تاخذ برم 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 والله وحدتها. ايش اللي جاي في رجلك؟ المشوطة شوط له الله يكرمني وانا عارف. خله الله يكرمني. الله يكرمني. شايف رجلي وسخه. الله يكرمني. لا لا غلط والله ترفعها شوي. لا 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 والله من الحرج ولا ودي تعدي فيها. والله لا شوطت ولا جيت. اني مشوط ومحرم اما مسكاء وقاصر. طيب كيف تشوط للبلب؟ شوط للبلب شوي طلوه يدقها بالعود من اول ماشي شعير ولا شي مكعب ولا سودانيه. حنا الشعير وحنا السودانيه وحنا مكعب ومعادي وحنا الرعاة ماش غالي. خلاص هذا البل صح. ها هو عنا منو شوط ورا القدور في الاوديه. والله ما شوطت لا لا جيت. لا كنت عشان ما معك على ابليس 70 لعنه. اقلع عني تشبت فيا النار الحمراء. والله اقلع عني والله. ايه لا والله قربها كل ما هرج في البل بندفك فيها. لا تهدوني اعتابه على ضوي.
الهدود علشان يبلكم الله يغنيكم وعندكم خير. يا ابو عيل كل شيء الا الله يطرد. والله ابشروا ما حد الرجال يمزح يا بندر يا رجال. هالرجال ما يمزح هذا من يوم جانا يهرجل حتى نرب ويطيح فيه. كل الطروش اللي عندنا هذه انت تشوفها منايح. ولد يرجع لنفسه. كلها منايح. وش الرجال بايعن على 500 ما تقول ما الحين خل قام ما بعد قام. انت وش دراك تدري عن شيء؟ ما صار ولا شيء تذبح ياما. يا ولد. ولد الحريه الحين 3000 انت كان ولد الحريه اشوه تحط له الريج تاكل لا لا حتى حتى الحاشي تقلط له الريج الحاشي ما تقلطه بس انت ما عندك شيء اقلط لي فاطر للناس فاطر نهيم محط فاضي عن عمي افكر يمين لا يذبحني الله يذبح نار لا تسرجل خله يجرب وليه يا ولد الرجال اول مره تقابله لو انه اول مره قابله لا يرجل ضرب حلال المسلمين وضرب حلال العرب عشان ويش؟ عشانك جالس في الاوديه هنا لا تسب حلال المسلمين والله ان الاوديه شو منها يا اخي يا شو منها لا تعرض لبي رجال ما عندنا بحر غير خيبه خيبه والله والله ما عندك كبه خيبه والله في حذلك ما عندك قلبي لا تخليك خلي القلبك يا ولد اضطر قلبي عندك كبه عندك شق النصر عندي يا اخي عندي ها شقها انت شق النصر عندي وعندي اجيب منه حط على يا ولد لو ما تسوى عندي غالي لا تهرج عشاك وانا يا ابو وعل عندي غالي يا ابو وعل لا تهرج عندي غاليه لا ترجع لي والله اللي يجيك لا تماسك لا تماسك بالحلوق عشان البهايم لا يا رجال خلاص يا ابن حيوان انت واثق من نفسك اي واثق فما عليك بس لا اللي يجيك كذا ما نقول بشيء والبل والبل لكن الطروش هذا اللي يسوقونها من يمين لشمال يضرمونه ما حد يهرج فيها وهذه ذكرت في القران بس ما تعرف ما تعرف انت ما تعرف لو تعرفها ما تقول الكلام ابو سعود للجهريه طالب كل تكفل حال الموضوع الرجال هذا لا يرجل خلاص انا اقفل الموضوع لا تهرج فال بالله بعد هرج هل؟ إيه لا تهرج ولا بناقة لا عندي ولا عند غير ما شبعر انه هرج فيها لا تهرج يا رجال ما بحا ما بحا ما شبعر لو خيروك بين ان تعيش مع عائلتك بفقر شديد او ان تعيش وحيدا بثراء فاحش وش تختار؟ هذا والله الاحراج صحيح او كذا ذنب من الذنوب ما اقدر اغيره مرة يا فقران يا غني الحالي ايه لا والله الغناء هو يا ابو الله يسر العائلة يا ابو الله يسرها حاولتك طيب وهق يا رجال يا ابو الله يسرها انا في القبر تحشر الحال القبر لحالك ويوم الحشر لحالك يا اخي بس لا لك او ولد صالح يدعو لك خله يدعي لي ابى اجيب ان شاء الله تزوج وبيجي لي ولد وبيجي لي يا ولد ما عندكم تزوج هذا يا صرت غني كله عينت خال يعني الفقر الفقر شفتي ليه صار انك فقران متى انت وياهم من الجوع؟ لا بالعكس والله الا خلهم يموتون وانجنا طيب ليش عائلتك ابو سعد؟ عائلتي شبابهم عائلتي انا وانا فقران ما اقدر اطعمهم خليهم يروحون في حالهم وانا غني ثم بعدين يبى الله يفرجها يبى الله يجمعنا يبى الله يجمعنا والله لو لي عائلتنا كونها لا والله ببقى مع اهلي وعائلتي اصل عرس الله يا ابو سعد قل لا اله الا الله قل لا اله الا الله ممكن حشن عائلة انحش يمكن الله يرزقك تكفى يا ابو سعد والله ما مثل اهلك اول حاجه طال عمرك مرضت وقفوا عندك فقران انت فقران يا رجال فقران يا ولد ازين لك الفقر ولا الغنى لا والله الغنى ازين من الفقر والله يا غنات المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف بس مو بالفلوس انحش مو بالفلوس انحش قلهم يروحون الدراهم لا والله هم انا ابقى خذت لا والله انا بتقطب في اهلي انه من قشر حظ والله لا لا والله والله اني افكر يوم ذي الحين اول ما تفارق اول ما تضحي بوعد اذكر الله الله خليه ينقلع والله يا طيب ابو وعد تراجع ليش وش السبب؟ والله يا اخوك اول حاجه في هذا شيء اول حاجه رزقك عند الله وخيرك عند الله هذا ما يختلف خلني اعلمك وثاني حاجه الغناء وانا اخوك غناة النفس مو بغناة المال. هذه كلها علامات ما تودي حديرة. فقران فقران والغني غني. وين بتودي فلوسك لما انك مت؟ انت ميت وانا انا بعيش زال انا حي. ومت. او كحسن عيش فقران ولا عيش غني. انت الحين فقران بدون اهلك؟ غني بدون اهلك؟ ايه غني. طيب انت الحين مت من اللي بيعرفك؟ ما بيعرفني احد عساه ما يعرفني ولزو. انا ما بلاحظ اصلا احد يراضي تروح المال المسلمين تروح المال المسلمين يدعو لي كل المسلمين بدال عيالي واحد يدعو لي المسلمين كلهم والله يا اخوي انك رايح لك في درب مسكر
الدنيا الله يكفي سكر والله انا لا تجادل ابو سعد في الفلوس مره لا تجادلني في موضوع الثرى مره صرت لي اخرني من يصير اني انا وياهم جوعه لا لا بس والله الله انها اللي يقولها بالحمر يقولها محق فقر ومحق بعد عيديه فقير ويعايد على فقران ام حق فقر ومحق بعد عيديه ابشر بالخير ابشر ارجع لاهلك وانا اخوك لا والله ما ارجع